بس مالي منيحة. ليه نغم وينه؟ نغم هون. طيب ابعت لك حدا حياتي؟ تبعت لي حدا؟ امتى بدك تقلي انه انت اللي جاي؟ عن قريب حبيبي، عن قريب، صدقيني عن قريب. مرتاحة بالبيت؟ لا. طيب غيري، رجعي على الاوتيل. لا بيبي، قعدة الاوتيل بتخنقني، بعدين مالي خلق دور على البيوت. ونغمة كلبشة بالبيت كلبشة، ما بعرف ليش هيك حاببته، قال هذا أحلى بيت سكنته بحياته. طيب يا حبيبي شوفي أنت شو بدك وأنا معك. إيه مزبوط حبيبي، كتير أنت معي. سويلي على تامر كتير، بدك شي مني؟ لوين رايحة؟ بدي روح دور على شغل مكاتب محاماة. إيه نغمة تسلم عليك، أنا بدي روح معك كمان. وين بدك تروحي معي وأنت حامل؟ إيه معلش، بدي آخذ كمبيوتري وأعد شي كافي أكتب. إيه إذا هيك وافقت. ماشي استني. ايه حبيبي لك بحكيك بس ارجع ماشي. طيب حبيبي باي باي. يلا ميديا بسرعة، عجلي لك شوي. بتعرفي ما عاد جا عبالي بطلت. ايه كنتي كل شوي برأيي. ماشي باي باي. حضرتك المحامية ميرفت سمعان؟ شو في؟ يه افتحي الباب، عارف انك جوا، افتحي الباب. سيروا الباب. وين بدك تروح يعني؟ كنت روح قدام بايكر. لك شو في؟ فهميني مين انت؟ انا ميرفت المحاميه اللي عايزينها عايشه او مؤيدة، واللي مستنيينها تحت بيتها دلوقتي. انا ميرفت سمعاني المحاميه، بس في الحقيقه انا مختلفه جدا عن اي محاميه غيري. كيف يعني مختلفه جدا؟ لما اتخرجت من كليه الحقوق حطيت في دماغي اني مش هكون محاميه عاديه، المحاميه اللي بتنفذ القانون وبس. حسيت ان انا المفروض اعمل حاجة اكبر من اني ارجع الحق لصاحبه، وعشان كده اعتبرت نفسي اني اخترت الطريق الصعب، الطريق اللي فيه مشاكل كتير بس في نفس الوقت شهرة كتير. انا سمعانة فيكي، انتي محامية الفنانات صح؟ مظبوط. طيب شو هذا اللي شفته انا اليوم؟ ده جوز سمر نصر الدين، هو وشوية بلطجية من رجالته. سمر نصر الدين؟ نصر الدين هي بنفسها. طيب ليش هيك كانوا عم يعملوا اليوم؟ سمر وكلتني اني ارفع قضيه دخولها على جوزها، وانا كسبتها لها. مش بس كده، قدرت اجيب لها متقدم ومتاخر كبير جدا، وحقها في البيت ونفقه ليها وللاولاد، ده لاني قدرت اجيب لها حكم من القاضي ان حضانه الاولاد تكون معاها. اها، وجوزها حط الحق عليك وجاي لينتقم منك؟ بالظبط كده. بس دي مش اول مره اتعرض للموقف ده. قبل كده جوز الفنانه نورهان كان عايز يفجر بيا العربيه، ولولا ستر ربنا كان زماني متقطعه مليون حته. مو معقول شغلتك والله كتير خطره. ها المشكله مش هنا، المشكله اني مش هينفع ارجع البيت دلوقتي لان رجالته مستنياني تحت البيت، لازم اغيب عن الانظار شويه لحد ما الوضع يهدى. عن اذنك شويه. اتفضلي. كيف قهوتك؟ سادة. يلا رح أعمل لك أحلى فنجان قهوة. أهلا وسهلا. نغم لا تقولي لي أنا بدي تقعد عنا. لك إيه ما سمعتيها شو عم تقول؟ رجالوا عم يستنوها جنب بيتها. إيه والله بيقتلوها. إيه ونحن شو دخلنا؟ شو دخلنا؟ أنتِ ما شفتيهم ميديا؟ كانوا عم يكسروا لها باب المكتب بإيديهم ورجليهم. نغم بلشنا. انت مالك مقدره خطوره الوضع؟ بعدين اذا عرفت ميمي لحالها بسها كل الدنيا بتعرف. كمان وين بدها تعرف؟ الله يوفقك، لا تضيعي هي الفرصه علي. الله يخليكي. فرصه انك تعرضينا للخطر؟ لا، فرصه اني اشتغل معك وحده. والله انا بحلم اكون مثلها. ونعمل حلم. خلص.
خلص تقبريني، كلها كم يوم ما بكون إلى رضيانة حبيبتي انتي. ماشي بس كرمالك. ايه يلا رح اعمل قهوة. لك شو بتساوي انتي؟ اه خلص خلص خدي اللي بدك اياه. كده كده بالبساطة دي تستسلمي؟ بدك يعني قومك وانتي معك سلاح؟ لا بس على الأقل تدافعي عن نفسك. انتي من زمان بتحمل سلاح؟ من ساعة ما خطفني طليق مادونا. يا حبيبي استني استني، مين اللي جايلك دلوقتي؟ بتكون نغم. نغم معها مفتاح. ايه والله مظبوط. لكن مين؟ روحي شوفي مين. يلا. ايه بس يعني بيكون حدا من الجيران، انتي ليش خايفة؟ في شي يعني؟ بصي الأول قبل ما تفتحي. ايه ماشي. ايه مو باين حدا؟ ازاي؟ وريني. شوفي. افتحي. أكيد؟ افتحي. ماشي. مين تلات؟ ليكي ليكي شوفي. سلة فواكه. ايه ده؟ أخدها؟ خديها. مين دي؟ ما بعرف، شو بيعرفني؟ يكون شي واحد معجب، ما بعرف. يا الله من هالمزوق هاد. ايدك اوعي تقربي لها. اوف ليه؟ ممكن تكون ملغمه. وين بشي موزه او بشي تفاحه؟ خليك انت كده زي العبيطه، احنا لازم نتصل بحد بيعرف يفكك القنابل. يا سلام، وشو بدنا نقول لهم؟ تعوا قشروا لنا شي موزه؟ حبيبتي انت كثير 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 مكبره الموضوع، يعني هي بتكون حركه ظريفه من شي جار من الجيران، بدهم يباركون لنا على القعده الجديده، او من شي معجب، او من حبيبي تيتو، هو عنده على فكره هيك حركات. اه صحيح، ممكن تكون من جوزك. الا قولي لي، هو ليه سابك وسافر؟ عنده شغل. لو عايزين ارفع لك عليه قضيه خلع واجيب لك نفقه منه ليكي وللبيبي، انا ممكن اعمل كده. نربك؟ بتعرفي اذا ما حدا فجرك بهاليومين انا رح افجرك. طب ايه رايك في اللي بيجيبه لك لبيت الطاعه؟ يا اخي مو قاعد يجيب لي هالاغراض. والله انا عرفانه من الاول انه انتي. انا عن جد انتي بتجنني، ما في منك. شكرا 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 كثير. لك الفواكه اجوا بوقتهم، بس انا هالمره ما رح ارضى ابدا انه ما ادفع لك حقهم. صحيح. بدي اعرفك، المحاميه مربت وهي جارتنا ميمي. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. لا لا تعرفي انا بروح بس اخذ. لا ما بصير. تفضلوا يا انت شو خطر لك هيك تعمل معنا؟ اه هو الاستاذ تامر طلب مني اهتم فيكم. تامر؟ ومين بقى اللي اداك العنوان؟ استاذ تامر هو اعطاني العنوان. تامر؟ طيب ماشي، ليش كنت عم تجي لعنا بشكل متخفي؟ هو الاستاذ تامر قال لي اهتم فيكم من بعيد لبعيد، وخاصه الانسه مدام ام ساندي. انت ايش عرفك ان ميديا حامل في بنت وعايزه تسميها ساندي؟ الاستاذ تامر هو اللي خبرني. تامر؟ ايوه. طيب وشو عرفك انه ميديا عم تتوحم على فواكه؟ واضحه،
تامر؟ لا ما بتامر، هي اشتهاء شخصي، انا كتب بجيب لحالي. اه يعني مو تامر؟ انا قلت لك ارفع لك عليه قضيه خلع واخلصك منه، ما سمعتيش كلامي. منو هاد؟ جوزها تيتو. لا هذا انا اشتريته. ايه لتيتو؟ هون بالحاره معاكم مارينجا؟ مارينجا؟ شو يعني هاي؟ جاتوه من الطنبوزه.